السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي عن الـ childhood conditions. طبعا اولى الـ childhood condition اللي ناخذها هي الاورال ثراش، الاورال ثراش اور الفانجل انفكشن بالاورال كافيتي. الاورال ثراش او الكانديدوسيس از ا فانجل انفكشن كوز باي ذا كانديدا البيكانس ويتش اكر كومنلي ان ذا ماوث، نسميها الاورال ثراش. اذا الاورال ثراش بالحقيقه كوز باي ات از ا فانجل انفكشن كوز باي ذا الفانجس اللي احنا نسميها الكانديدا البيكانس. طبعا ات از ا كومن conditions in a newborn baby. ليش it is common condition in your newborn baby? Because the baby can pick up, can get the fungus or the organism during the passage through an infected birth canal. الأم قد تكون مصابة بفجاينال ثراش، فأثناء الولادة الطفل مروره بالفجاينة بالبيرث كانال بالحقيقة can pick up the infection وبالتالي can pick up the organism وبالتالي develop the fungal infection. ممكن يصير لنا في مكانات اخرى بالنسبه للام، بالنسبه للومن يصير لنا بالفاجينا وكان بي تريتد، سوينا فاجينال ثراش كان بي تريتد باي اورال اورال فلوكانازول اور توبيكال انتي فانجل. وايضا من الممكن ان يصير لنا بالنابي اريا وكان بي تريتد باي توبيكال سكين انتي فانجل برودكت. البيشنت اسسمنت وذ اورال ثراش او الاشياء اللي نشوف عليها بالحقيقه نشوف هو الايج. مثل ما قلنا الاورال ثراش از ا كومن كونديشنز ان بيبيز، اما اذا جينا مثلا اولدر ادلت اور اولدر تشيلدرن بالحقيقه ات از رير. وبالتالي اذا بيشنت يعني اولدر تشيلدرن يعني عمر 10 سنوات او 15 سنه او ادلت يعني بعمر 30 و40 و50 سنه ديفلوب اورال ثراش ات مي بي ا ساين اوف اميون سبريشن. هذا قد يكون عنده فد مرض قلل مناعته وبالتالي ظهرت عنده الفانجل انفكشن and this patient should be referred to the doctor. Therefore only babies الانفانت يعني هذا تحت السنة سنتين يعني الرضع الكذا هذول can be treated by the topical يعني can be treated by over the counter drug. أما الأعمار الأكبر ف should be referred to the physician because it may be a sign of immuno it may be a sign of immuno suppression. الافكتد اريا بالحقيقه الاورال ثراش كاملي هذا الموست كومن سايت فور اورال ثراش بالحقيقه هو السيرفيس اوف ذا هي كان اكر ات اني وير بالاورال كافيتي لكن موست كاملي اون ذا سيرفيس اوف ذا تانك اند انسايد اوف ذا التشيك. الابيرنس هي بالحقيقه ابير اس كريمي وايت سوفت اليفيتد باتش ويتش ريزيمبل ميلك كيور. هي بالحقيقه قلنا هي كان اكر ات اني وير ان ذا اورال كافيتي لكن موستلي اون ذا سيرفيس اوف ذا تانك انسايد اوف ذا تشيك. الشكل مالتها هي هذا شكلها، الصوره تغني عن ألف كلمه، وايت وايت باتش وايت باتش. بالحقيقه احيانا قد يصير بها اشتباه مع الميلك كيور داعي الخضره اللي تتك خضره من الحليب اللي تتكون على on the surface of the tongue. لكن الاورال ثراش بالحقيقه not easily removed بالمقارنه مع الملك كيورد. الملك كيورد يعني بس بمجرد بالقطنه واحد يمسحها easily to be removed، لكن الاورال ثراش not easily to be removed بالمقارنه مع الملك كيورد. وايضا after removal after removal a sore and reddened area will be seen which may sometimes bleed. يعني هنا after removal قلنا difficult to be removed بالمقارنة مع الملك كيور، و after removal بالحقيقة المنطقة اللي تحتها sore red area and sometimes it bleed بالمقارنة مع الملك كيور easily to be removed والمنطقة اللي تحتها بالحقيقة تكون normal appearance. The previous history patient who experienced recurrent infection should be referred for further investigation. إذا البيشنت هذا كل أسبوع وكل أسبوعين ترجع عنده الإصابة should be referred for further investigation. Medication بالحقيقة عندنا قسم من المديكيشن predispose the patient for the development of oral thrush. الأشهر من عندها هي broad spectrum antibiotics. The broad spectrum antibiotic kill the normal flora سوينا overgrowth of the fungal infection. بالحقيقة البيشنت إذا ما
ماخذ كورس مثلا مال انتي بايوتيك وديفلوب بعدها اورال ثراش نوت ريكوايرد ريفيرال نوت ريكوايرد ريفيرال كان بي تريتد باي ذا اوفر ذا كاونتر دراج لانه هذا شيء طبيعي انه البيشنت ربما بعد استخدام البرود سبيكترم انتي بايوتيك خصوصا الاطفال ممكن ديفلوب الاورال ثراش اميون سبريسيف ايجنت لايك سايتوتوكسيك دراج اند ستيرويد ويذر اورال اور انهيلد اذا البيشنت اللي يستخدم اميون سبريسيف يعني سايتوتوكسيك or steroid whether oral or inhaled بالحقيقة هاي تقلل لنا المناعة وسوينا overgrowth of the fungal فهنا in this case it required referral طبعا الانهيلد كورتيكوستيرويد قسم من الانهيلد كورتيكوستيرويد لما يستخدم patient يستخدم البخاخ هذا قسم من الانهيلد ستيرويد precipitate in the mouth سوينا local suppression وسوينا overgrowth of the fungal to minimize this effect to minimize this side effect بالحقيقة هو by rinsing the mouth with water after the use of inhaled steroid. لذلك كل مريض يستخدم inhaled steroid ننصحه أنه يتمضمض بالماء بعد كل استخدام للinhaled steroid to minimize the risk of oral thrush. The treatment time scale, if symptoms are not cleared within 1 week, then the patient should see a doctor. إذا أعطيناه over-the-counter drug والمريض استخدمه بصورة صحيحة لمدة أسبوع ولم يستجب للعلاج فبالحقيقة should be referred to the physician. The available over-the-counter drug هو بالحقيقة myconazole oral gel over هذا available as OTC drug to treat oral thrush. Nystatin oral suspension بالحقيقة هذا also used for the treatment of oral thrush لكن it is not an OTC drug it is a prescription only medication وطبعا الميكونازول هو effective OTC drug for the treatment of oral thrush الدوز مات for a unit يعني up to 1 month هي 1 مل 2 تو 4 تايمز ا داي بينما التشايلد العمر 1 مانث تو 1 يير الدوز مالته 1.25 مل هناك 1 مل هنا 1.25 مل هنا الفريكوانسي 2 تو 4 تايمز ديلي هنا 4 تايمز ديلي اذا الدوز مالته طبعا هذه يجي وياها ميجرينج سبون فول ممكن نستخدمها لقياس الدوز او احيانا باي ذا فينجر نقدرها تقدير الدوز مالته هنا ان both cases the treatment should continue for at least 7 days after lesion have healed or symptom have cleared اذا الدوز مالته نستخدمها نضل نستخدمها واذا صارت عندنا healing نضل نستخدمها لمده 7 ايام further 7 days to ensure complete eradication of the organism اللي هي الفنجل لان اذا قسم بقت من الفنجل ممكن ترجع لنا للانفكشن وتسوي لنا relapse فاذا الدوز مالته نستخدمه لمدة نظل نستخدمه لمدة 7 days after the lesion have healed or symptom disappear and usually this the product applied after feeding or after eating على مود يبقى لفترة أطول in the mouth لأنه الفود وإذا يأخذه ويأكل بعدها الدراج will be removed وبالتالي no benefit طبعا هو not toxic حتى إذا الطفل يعني بلع The practical point, مثل ما قلنا, the patient should be advised to hold the gel in the mouth for as long as possible. إحنا المفروض نبقيه بالmouth as long as possible to get full effect of the gel. وبالتالي مثل ما قلنا إحنا we applied it after food. For young baby, the gel can be applied directly to the lesion using a cutting pad or a handle of the teaspoon. Teaspoon. بالحقيقة يعني ممكن أنه حتى بالأصبع ممكن أنه نستخدم الابليكيشن or بالكاتن باد يعني قطعة قطن وممكن نستخدمها أو بالهاندل of the spoonful يعني هذا spoon يعني بالحقيقة بذراع الملعقة ممكن أنه نستخدمه for the application of the drug. The treatment may be enhanced by cleaning white the white plug off with a cutting pad prior to the application of the gel. ممكن بالحقيقة إحنا before the application of the gel ممكن نسوي cleaning للarea by a cutting pad after it we apply the gel هذا بالحقيقة enhance the effectiveness of the drug فالمنطقة إذا تنظف بقطعة من القطن قبل before the application of the gel this enhance the activity of the drug بالحقيقة
The pharmacist should check whether the nappy rash is also present. أحياناً بالإضافة أحياناً قد الطفل يأتينا بالإضافة إلى الأورال ثراش قد تكون بالنابي area also complicated by secondary fungal infection بالكانديدا البيكنز. طبعاً هذه علامات هذه صورها الأبيرنس مالت مثل الحبوب تكون يعني papules raised red area أحياناً يسببوها مثل الساتلايت وبالتالي هذه fungal infection بالنابي area أيضا can be treated by topical antifungal drug مثل ما راح ناخذها بالقسم الآخر من المحاضرة. إذا أكو موجودة fungal infection بالنابي area can be treated by topical antifungal skin cream containing myconazole or clotrimazole. Where the mother is breastfeeding, a small amount of myconazole gel applied to the nipple will eradicate any fungus present. إذا كانت الأم أيضاً مرضعة أو الطفل كانت رضاعة طبيعية بالحقيقة ممكن من أثناء استخدامها للجل for the mouth of the baby تأخذ قسم من عنده وتخليه on the nipple of the breast to eradicate any fungal present in the nipple area. الكونديشن الاخرى هي الديدان الدبوسيه ثريد وورم اور البن وورم. هاي الانفكشن اتكوز باي الباراسايت اللي هي احنا نسميه انتروبيوس فيرميكولاريس. ات از كومن ان تشيلدرن. راوت اوف ترانسميشن هو فيكال اورال روت. فيكال اورال راوت. فيكال اورال راوت ليش؟ لانه هذا الطفل احيانا يسوي سكراتشنج اتشنج للبيري انال اريا فقسم من الايج بالحقيقه تكون يعني كليك تو ذا link to the finger وبالتالي يعني log under the finger وبالتالي من الممكن after sucking the finger transmitted to the oral cavity وتدخل لنا GIT. The egg can survive for up to week outside the human host. هذا الايج ممكن حتى اذا بأظافرة تبقى لفترة طويلة حتى ممكن اسبوع وبالتالي تكون source of infection. هاي البنورم طولها تقريبا يقارب ان 1 سنتيمتر. الكلينيكال فيتشر طبعا الكلاسيك برزنتيشن الكلاسيك برزنتيشن هو البيري انال اتشنج بالبيري انال الاريا وطبعا تقريبا اني تشايلد وذ نايت تايم perianal itching is almost certain to have a thread wart. طبعا يعني تقريبا نقدر نقول بصورة عامة أي طفل عنده حكة بالمقعد في ليلا هذا عنده thread wart. هاي ليش؟ لأنه بالحقيقة هاي female worms تهاجر migrate to the anus at night وبتحقيقة to put their eggs surrounding the skin. الايجز هذه الايجز مالت البين وورم بالحقيقه surrounded by sticky irritant fluid بها هاي sticky fluid. هذا الستيكي فلويد اللي موجود ويا مع الايج بالحقيقه هو produce الirritation وproduce الallergic reaction وproduce السيمتوم اللي نشوفها البيري انال itching. فاذا تقريبا any child with night time itching يعني تقريبا هو نقدر نقول عنده البينورم. لكن مع ذلك الدياغنوزيس should be confirmed by observing the thread worm on the stool. مع ذلك احنا نشيك نفحص الستول of the child عادة من الممكن ان نرى الثريد وورم بالحقيقة can be seen to be moving ممكن نشوفها تتحرك بالستول. طبعا هاي البيريانال اتشينج البيريانال اتشينج ممكن بالحقيقة سيفير اتشينج can lead to sleep disturbances. لأن قلنا يصير at night can lead to sleep disturbances وبالتالي هذا sleep disturbances ممكن يسبب child tiredness the next day. إذن السيمتوم مالت night time perianal itching with diagnosis is confirmed by a visualization of the parasite in the stool. Itching without sighting the thread wart بالحقيقة لكن بس بمجرد الحكة وخصوصا إذا مو ما تقتصر على الليل حكة مثلا طول النهار ودور بحثنا عن الورم بالستول وما لم نجدها بالحقيقة بهالحالة لازم we should look for another cause like for example allergic contact dermatitis. فإذا نشوف الطفل هل أنه مثلا مستخدم لمواد تنظيف جديدة حفاضات جديدة وغيرها قد يكون develop allergic reaction to this product.
ممكن انه بالحقيقه هذا السكراتشنج السكراتشنج للبيرينال اريا ممكن يؤدينا الى بروكينج بالسكين وبالتالي البيشنت ماي ديفلوب سكندري بكتيريال انفكشن اوف ذا بيرينال سكين مثل ما قلنا ديو تو بيرسيستنت سكراتشنج فذاك ممكن يشوف ممكن السكين يكون بروكن اور ويبينج اور باس ويلو كراست وغير هذا بالحقيقه ما انديكيت سكندري بكتيريال انفكشن ديو تو بيرسيستنت سكراتشنج وان كانت هذه الحالة قليلة. Other family members احنا نسأل هل هنالك اعراض من هو بالعائلة ايضا مصاب مثل ما قلنا of the family experience the same symptom. لكن مع ذلك however the absence of perianal itching and the thread worm in the feces doesn't mean that the person is not infected لأنه maybe during the early stage of the infection لأنه during the early stage this symptom may not occur. فإذا نشوف هل هنالك احد اعضاء العائلة افراد العائلة ايضا مصاب ومع ذلك اذا absence of symptoms absence of worm in the stool doesn't mean that the person is not infected because it may be infected لكن in the early stage of the disease اللي هي not yet produce the symptom or produce the pinworm in the stool. Recent travel abroad, if any infection other than a thread worm is suspected, the patient should be referred. إحنا treated by over the carpenter drug, OTC هي بالحقيقة thread worm أو pin worm. أما إذا كان شكينا طلع عنده الأسكارس أو غير الأسكارس فهذا should be treated, should be referred to the physician. أيضا إذا كان recent travel abroad, هذا رايح للهند, رايح للباكستان, رايح للدول الأفريقية وغيرها اللي بيها أنواع أخرى وكثيرة من another types of worm, فهذا أيضا وإحنا suspect أنه فهذا should be referred to discuss with the physician about the case. Medication أيضا نسأل هل تم معالجتها because بالحقيقة وكيف تمت معالجتها and how they are the treatment was used وبذلك any treatment failure اللي هو correct use without benefit required referral فإذا any correct use without benefit هذا احنا نعرفها نسميها failed medication نقصد به correct use without benefit فهذا should be used should be referred. The treatment available over the counter drug وبالحقيقة عندنا الميبندازول الميبندازول عندنا بالعراق في أمريكا وكندا وغيرها عندهم البايرنتيل باموت اللي عندنا هنا الميبندازول الدوز مات من from the age 2 years and above ال 2 years and above بالحقيقة وكلهم the same dose اللي هي 100 ملغرام as a single dose 100 ملغرام as a single dose a repeated dose هاي الدوز repeated نعيدها for usually 2 to 3 weeks ليش؟ because to ensure worm maturing from ova at the time of the first dose are also eradicated. لأنه at the time لما ننطيهم the first dose بالحقيقة قسم من الورم بعده في بيوض وبالتالي not eradicated by the first dose. لذلك we administer a second dose to eradicate. الورمز ماتشورينج فروم اوفر ات ذا تايم اوف ذا الفيرست دوز لحد الان الميبندازول اس ان اوفر ذا كاونتر الميبندازول اس ان اوفر ذا كاونتر تيل ناو از نوت ريكومندد فور تشيلدرن بيلو 2 ييرز فور بريست اور بريجننت بريست فيدينج اور بريجننت وومن اذا الدوز مال الميبندازول هي 100 ملي جرام يوجوالي سنجل تابلت and to be repeated after 2 to 3 weeks. أما هذا الشريط لماذا يحتوي على 6 حبايات 6 حبوب 6 من الحبوب بالحقيقة هاي الدو هذا الست حبات هي مصممة كجرعة ككورس تريتمنت another type of worm like الأسكارس الجرعة للأسكارس اللي هو should be referred طبعا الأسكارس الدوز مالته 100 ملغرام يعني 1 tablet twice daily يعني مرتين باليوم for 3 days لذلك total course for أسكارس هو 6 tablet 2 tablet daily يعني 1 tablet twice daily يعني 2 tablet per day for 3 days ايضا suspension بالحقيقه تقريبا موجود بشكل 100 ملغرام per 5 ml ممكن ننطي 5 ml single dose to be repeated after 2 to 3 weeks.
البيرنت احيانا بالحقيقه هذول المريض قد يخجل الام او الاب يخجل من عندما ياتي الى الصيدليه يخجل من ذكر انه طفله مصاب بالبن وورم. اذا البيرنت ار اوفن انكزياس اور اشيم ذات ذير تشايلد هاز ا ثريد وورم. ليش؟ لانه ثينكينج ذات ا لاك اوف هايجين از ريسبونسبل. لانه راح يعتقد انه الصيدلي راح ياخذ نظره عنه انه مهمل لاطفاله وغير مهتم بهم. لكن بالحقيقه لذلك الفارماسيست can reassure them that this is a common condition. This is a common condition and any child can become infected. أي طفل ممكن أن ينصاب. It doesn't indicate a lack of attention or lack of personal hygiene. فإحنا نطمنهم ترى هذه هاي الانفكشن. It not mean it is a common condition. Any child can get it. It not mean a lack of attention. It not mean a lack of personal hygiene. All the family members should be treated at the same time. This is because they may be in the early stage of the infection and thus asymptomatic. مثل ما قلنا, absence of itching, absence of symptom doesn't mean absence of infection. Therefore, all the family member from 2 years and above, except pregnant and breastfeeding women, should be treated by omeprazole, whether symptomatic or asymptomatic. لأنه مثل ما قلنا, the patient may be in the early stage stage at the same dose, 100 milligram single dose to be repeated after 2 to 3 weeks. For all the family member, all the family member should be treated whether symptomatic or asymptomatic because they may be in the early stage of the disease. فهذه العائلة لازم treated all the family member. بالحقيقة الترانسميشن and reinfection by thread worm can be prevented by the following practice. هذني بالحقيقة بعض النون فارماكولوجيكال ادفايسز for the prevention or treatment. الفكرة مالتها انه نقطع اللايف سايكل اوف ذا worm. نقطع اللايف سايكل اوف ذا worm. اول شيء مثلا by cutting the fingernail. Cutting the fingernail وبالتالي the eggs cannot cannot cling to the nail وبالتالي اذا نقطع اللايف سايكل of the pinworm. Affected member having a shower, having a bath or shower each morning during the treatment period to wash away the eggs which were laid during the previous night. الشخص المصاب يوميا من الصبح ياخذ حمام لانه هاي لانه مثل ما قلنا نقطع اللايف سايكل الايجز اللي put by the worm at the night. هذا راح نسوي لها washing وبالتالي نقطع اللايف سايكل مالتها. ايضا change and wash your underwear each day. ايضا الملابس الداخليه ايضا تتبدل يوميا. كل هذا بالحقيقه لنقطع اللايف سايكل مالت نقطع اللايف سايكل للبنور. Discourage biting the nail and scratching the nail area. لازم يبتعد عن قضم الأظافر. Scratching حك المنطقة ال nail area. The pregnant women بالحقيقة ممكن treated by the non-pharmacological advices. السابقة should be advised to practice hygiene measure for 6 weeks to break the cycle of the infection. يعني cutting the fingernail, morning bath or shower, changing the underwear every day. وبالتالي avoid biting the nail and scratching the anal area. هذا مو حقيقة ممكن أنه just cutting or breaking the cycle of the infection ممكن أنه eradicate the infection. الكونديشن الأخرى اللي حقيقة اللي عندنا هي الكوليك. الكونديشن الأخرى لك الكوليك is the is not there is no universally agreed definition for the colic. هذا لكن a widely used definition of colic known as a rule of three. Rule of three بالحقيقة ممكن نستخدمه for the definition of the infantile colic اللي هو an infant could be considered to have a colic if he or she cries for more, يعني بكاء مستمر لأكثر من 3 ساعات باليوم, لأكثر من 3 أيام بالأسبوع, ولأكثر من 3 أسابيع. فهذا نسميه rule of three. Crying for more than 3 hours per day, more than 3 days per week, for more than 3 weeks. بالحقيقة هذا طبعا crying due to unknown cause. Crying due to unexplained crying. فهذا مثل ما قلنا more than 3 hours per day, more than 3 weeks per, more than 3 days per week, and more than 3 weeks اللي هو unexplained crying. بالحقيقة however few parents are willing to wait
3 weeks to see if the infant meet the criteria for colic. احنا قلنا هو قلنا انه هي crying for more than 3 hours per day, more than 3 days per week, for more than 3 weeks. لكن في كثير من الاحيان الاهل قد لا يتاخرون في او لا ينتظرون الطفل for more than 3 weeks, وبالتالي ياتون به الى الصيدليه او الى الطبيب. فاحيانا هذا النقطه الثالثه انه more than 3 weeks قد لا تنطبق. The cause of colic is poorly understood. Poorly understood, but it seemed to be multifactorial. لكن generally colic start in the early weeks. يعني بدينا في بالحقيقة في يعني بعد الولادة. It may last up to the age of 3 and 4 months. ويبقى يعني عادة للأشهر الأولى من العمر, يعني 4 أشهر 5 أشهر, وبعدها بالحقيقة usually patient يعني improve. Patient assessment with colic, أول ما نشوف duration of the colic مثل ما قلنا حسب rule of 3, more than 3 hours per day, more than 3 days per week, more than 3 weeks. Clinical feature of colic. بالحقيقة usually mother usually describe crying, unexplained crying, severe crying that occurs in the late afternoon and evening. عادة usually يعني الاسم يسمونه 6 p.m. colic, يعني هذا خلال فترة النهار العصر الكذا هذا عادة يصير عنده الكوليك. الفيس يعني become red in the face and may draw the knee up. فشوف الطفل يعني بهذا الشكل يبكي وأصابعه وأقدامه وساقه كذا يرفعها إلى صدره إلى chest, وبالحقيقة ويحتحمر أو داجة يحتقن, وهذا كله بالحقيقة علامات الانفانتايل كوليك. مثل ما قلنا هاي الاكسسيف كراينج والصوت مالته المميز وكلينش ذا فيست واكسسيف غاز والني دراون اب تو ذا تشيست وريد فيس وهكذا علامات ويصير عندنا وورسينج ان ذا افترنون ان ذا ايفنينج although it can happen at any time. Intolerance to cow milk. أحيانا هذا الكوليكي بين وبالتالي الكراينج ممكن يصير due to intolerance to cow milk protein. هذا يعني أكو أحيانا الملك بروتين البيشنت يعني عنده خلينا نقول allergy or cannot digest it, وبالتالي يصير عنده colic. هنا علاماته إذا كان البيشنت عنده intolerance to cow milk, أحد علاماته نشوف أنه البيشنت failure to thrive, يعني عنده مشكلة بالنمو, يعني وزنه العفو وزن جسمه لا يتناسب مع عمره, فهذا due to failure to thrive and العفو intolerance to cow milk and should be referred to the physician. الفيدينج تكنيك. بالحقيقة الأندر فيدينج ذا بيبي أحيانا هذه الحلمة الرضاعة قد تكون يعني ضيقة, وبالتالي الطفل يراد له اكسسيف سكينج, وبالتالي هذا الاكسسيف سكينج ريزلت ان اير بينج سوالود ليدينج تو كوليك لايك سيمتوم. هذا الاكسسيف سكينج باي ذا بيبيز بالحقيقة ممكن انه يصير عندنا اير غاز الاير وسوالود, وبالتالي البيشنت ديفلوب غازز وانفنت colic. لذلك should be checked هذا teeth size الحجم فتحة الرضاعة حلمة الرضاعة لازم يفحص, وبالتالي هذا when the bottle is turned upside down the milk should drop slowly from the bottle. هاي الرضاعة إذا قلبناها بالحقيقة المفروض الحليب يقطر بصورة بطيئة, أما إذا كل شيء يعني لا ما يقطر أو very slowly or very large amount, فبالحقيقة هذا عندنا problem بالرضاعة ويراد لها استبدال. عادة بالحقيقة الملك should drop slowly from the bottle, لا كلش كمية كبيرة ولا يعني كمية بطيئة جدا, وإنما فد شيء معقول. المانجمنت parents should be reassured that the child symptom will subside over the time. نطمنهم انه هذه العمليه مؤقته ولما بمرور الوقت عمر 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر البيشنت او السيمتوم will subside.
عندنا اللي available over the counter the drug هو سايميثيكون أو دايميثيكون اللي عنده anti-foaming properties reducing the surface tension and allowing easier elimination of the gas from the gut bypassing flatus or belching. It is widely used yet has a very limited evidence of efficacy. بالحقيقة اللي عندنا هو infantile drop contain سايميثيكون oral suspension يعني drop oral suspension بالحقيقة هذا ممكن هو عنده anti-foaming أو عنده degases property help in the elimination of the gas أما على شكل belching أو على شكل flatus لكن مع ذلك بالحقيقة limited evidence of efficacy. There is a limited evidence of efficacy. ما عندنا strong evidence about the effectiveness of the drug. لكن بالحقيقة سايميثيكون مع العلم هو pharmacologically inert. No serious side effect, no drug interaction or precaution. وبالتالي can use therefore to all infant. The dose is given after each feed. The dose is given after each feeding. الكونديشن الأخيرة بالحقيقة احنا نسميها النابكن راش أو نسميها الدايبر راش أو نسميها الدايبر ديرماتيتس. Refer to the redness of the skin in the nappy area. Redness of the skin, erythematous skin in the nappy area or in the buttock area during infancy. Contributing factor include contact of the urine and feces. بالحقيقة السبب الأساسي هو contact with the urine and the feces. The urine بالحقيقة may contain يعني the urine contain irritant substances like urea وغيرها فبالتالي prolonged contact of the urine with the skin for hours due to infrequent nappy changes بالحقيقة هذا من الممكن أنه patient develop redness of the skin اللي نسميها napkin rash or napkin dermatitis or nappy rash. Patient assessment with napkin rash أول مرة نشوف اللوكيشن إحنا من اسمها هي napkin rash should be napkin rash affect the diaper region اللي هي البوتوك lower abdomen inner thigh أما كان عندنا إذا كان عندنا involvement of rash away from the nappy area required referral إحنا من اسمها هي napkin rash بالnappy area بالdiaper area okay بالبوتوك باللور abdomen أما إذا كان البيشنت مثلا for suffering from rash مثلا بالأبدومين or in the leg يعني away from the nappy area should be referred. الأبيرانس السيفيريتي بالحقيقة in general if the skin is unbroken and there is no signs of bacterial infection treatment may be considered. إحنا بالحقيقة عندنا ثلاث حالات يا أما يكون يعني no signs of bacterial infection no signs of fungal infection هذا just redness of the skin هذا can be treated by the over the counter drug. الحالة الثانية إنه قد يكون complicated by secondary bacterial infection. شنو علامة ما هي علامات secondary bacterial infection اللي هي weeping yellow crusting oozing a blood وبالتالي in this case it required referral. فإذا إذا كان patient just redness it can be treated by over the counter drug. إذا كان second signs of secondary bacterial infection اللي هي weeping yellow crust oozing a blood it required referral to the physician. أما إذا كان complicated by secondary bacterial infection اللي إحنا قلنا يكون شكلها على شكل papules satellite papules it can be treated بالحقيقة by OTC you see azole antifungal. فإذا كانت just redness can be treated by topical OTC drug. إذا كان complicated by secondary bacterial infection it can be treated by OTC azole antifungal. أما إذا كان complicated by secondary bacterial infection weeping yellow crusting oozing blood it required referral to the physician. Management بالحقيقة duration any napkin rash lasting more than 2 weeks required referral. Previous history to identify the identity and effectiveness of any product used for the current or previous episode. نشوف كيف تم معالجتها سابقا. فإذا كان البيشنت يعني مرتاح ومستخدم سابقا لبرودكت وبروديوس بنفيت من الممكن أن نعيد استخدامه للمريض. The treatment time scale the patient should be improved within 1 week. إذا كانت التريتمنت not respond to OTC treatment within 1 week should be referred to the physician.
المانجمنت بالحقيقة نان فارماكولوجيكلي هو السكين كير نابي شود بي تشينجز اس فريكوينتلي اس بوسيبل. هذه الحفاضات الطفل شود بي تشينج اس فريكوينت اس بوسيبل. ايضا النابي شود بي ليفت اوف whatever possible so that the air is able to circulate. ممكن انه نترك الطفل بدون حفاضة وبالتالي الاير كان سيركوليت يجفف لنا المنطقة ويمنع لنا الفنجال ويمنع لنا الريدنس. At each nappy changes the skin should be cleansed thoroughly with warm water. مثل ما قلنا انه هو سببها انه الكونتاكت with the urine وبالتالي احنا after each nappy changes the skin should be cleaned with warm water and dried carefully. ممكن نستخدم talc powder لكن هذا التالك باودر the powder should be applied to dry skin not to wet skin. نقدر نستخدم السكين بروتكتنت او بارير لايك زنك اوكسايد كاستر اويل تالك باودر فازلين كلامين سيتراميد اند سو اون اللي كلها هذه بالحقيقه بروفايد بارير دي ابزورب مويستشر اور بريفنت مويستشر فروم كومينج ان كونتاكت وذ ذا سكين. لذلك احنا نقول عليها هي بارير بريبريشن اكت اس ا بارير بتوين ذا سكين اند اوتسايد يعني لايك ذا يورين دي ابلايد ات ايتش نابي تشينجز افتر كلينينج ذا سكين. هاي ممكن نستخدمها افتر ايتش نابي تشينجز مثل ما قلنا مثل ما ذكرنا after cleansing the skin. Sometimes مثل ما ذكرنا سابقا انه النابي area complicated by secondary bacterial infection and should be treated by the ozol antifungal over the counter skin cream like miconazole or clotrimazole. Dose مالتها applied twice daily with the advice to consult the doctor if the rash has not improved within 5 days. ممكن أنه يستخدمه twice daily. إذا the rash not improved within the 5 days, should be referred. If an antifungal cream is advised, treatment should be continued for 4 or 5 days after the symptom have apparently cleared. إذن إذا كان النابي rash complicated by secondary fungal infection, we can recommend OTC miconazole or clotrimazole skin cream. Applied twice daily. If no improvement within the 5 days, should be referred to the physician. If we get improvement, the patient should continue the treatment for 4 or 5 days after the symptom have apparently cleared. يعني clear. نستمر عليه لمدة 5 أيام بعد التحسن وبعد اختفاء الأعراض. مثل ما قلنا to ensure complete eradication of the fungal to prevent the relapse. An emollient cream or ointment can still applied over the antifungal product. يعني احنا قلنا هذه ممكن ذكرنا انه ممكن نستخدم الانتيفانجل twice daily for 5 days after the disappearance of the symptom. خلال هذه الفترة إذا استخدمنا الانتيفانجل لا يعني ذلك أنه ما لا نستطيع إعطاء البارير preparation لكن من الممكن أنه يستخدمها مثلا بعد نص ساعة أو أكثر من استخدام الانتيفانجل product. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.